ولد ولا بنت؟ ولدت. ايش السؤال هذا؟ الناب 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 ياس الناب 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 جاهزين الشيعيين والشيعيات الموالين والمناصرين. وأتكلم اليوم عن كرامات آل البيت. قل له جاني آل الأسد بحاجة، شنو حاجته سيدي؟ قال يقول عندي زوجتي اللبوة تعسرت ولادتها، وجايك يا موسى بن جعفر تدعو لها لكي يسهل الله لها الولادة. فأنا قلت له روح، لقد دعوت لها وسهل الله لها الولادة، فقال لي لا سلط الله عليك وعلى شيعتك الأسود. فأنا قلت له آمين آمين آمين. الكرامات التي لا تنتهي كما ذكرنا في كل مرة تأتي كرامات، ولكن هذه المرة سأتي لكم بقصة أجدت قلبي وأفضت عيني وجلجلت الدموع من جبادتي. أنه يروى أن موسى الكاظم ابن جعفر رضوان الله عليه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أنه كان يجلس في مكان ما في بقعة ما من قرية ما في بلدة ما، هذا اللمع. فأتى إليه أسد فكان أصحابه حوله فانتهضوا نهضة الشعر وتناقزوا نغزة البلعلو، وكل ليس من الشجاعة ولكن من الخوف من الأسد. كان أسدا ذرغاما، ظفره عينه الناب 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 ياس الناب الناب الناب. إذا فتح فمه ظهرت ملامح سبلته من فمه من خباثته، فرآه الصحابة وقال ووب، فقال لا تفتجعوا هذا أسد زائر. قال له أنت أسد زائر أم أسد مهاجر؟ الأسد الزائر غير الأسد المهاجر. فقال له أنا مرذي. قال من الذي يتكلم الآن؟ الأسد. قال مرتي. فقال له موسى الكاظم ما لا أنت معك مرة؟ قال لملمنا لملمنا شوية حيوانات ورحنا خطبنا خارجنا. قال كم مهرها؟ قال نحمرا وحش وزرافة. قال طيب ايش فيها؟ قال تعسرت الولادة، تعسرت ولادة اللبوة، وهذا ما معي قد لي كثير ما كنت جاء هذا الولاد. فقال له ليش ما تزوجت واحدة ثانية؟ هذا ليس موضوعنا. قال لا لا موضوعنا والله. قال طيب ايش الموضوع؟ قال ليش ما تزوجت لبوة ثانية؟ قال تزوجت لبوة ثانية وقال الله تاكلني بنت الكلب. قال نحن ليش ندخل في الموضوع حق الولايات الخرافات قصدي الكرامات. قال له وماذا تريد؟ قال أريد أن مرتي عسرت في الولادة. قال بزال المستشفى ولا صدقك كر 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 قلنا لك أنا حيوان كيف بزال المستشفى؟ قال ها طيب ايش نعمل؟ قال ادعو لها. قال فقال موسى ابن جعفر رفع يده وتمتم بدعاء لا يعلمه إلا آل البيت وعيال آل البيت وأبناء آل البيت، ما أحد يعلم إلا هو وعيال عياله وعيال عياله يمكن 10 مليون. فقال فإذا بالأسد يرجع يذهب ويسمع صراخ ابنه سيمبا، ووقفه ومسك سيمبا كذا وقال تعرفون هذا الفيلم منين أخذوه؟ هو كان قصة جعفر عندما هذا القصة أخذوها من هذا النصارى، وهو رفع يده والربح كان جنبه. فرجع إلى الإمام موسى بن جعفر وقال له لا سلط الله عليك أسد ولا على شيعتك ولا على شيعة آل البيت، لا سلط الله عليهم أسد. ومعنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا شي نسألك يا سيدي وعيني. تفضل. إنه كيف فهم لغة الأسد وما دربه؟ آل البيت يفهمون جميع اللغات
مش كلهم طبعا هنا موجودة أهل البيت غير ما يفهموا، لكن الأولين هؤلاء الأئمة الاثنى عشر كانوا يفهموا لغة الطير والحيوان، فهموا لغة ال بعد ولدت ولد ولا بنت؟ ولدت عايش. السؤال هذا كيف ولدت بنت ولا ولد؟ أنا أي حيوان حيوان يعني؟ ولدت شبلة ولا شبلي؟ شبلة ولا شبلي؟ شبلة ولا شبلي؟ أنت أشتخلك إحنا الآن في الموضوع الذي هو لكن ده ولد هذا أو ولدت؟ الحيوانات الحيوانات تحب آل البيت ولا تضر آل البيت ولا شيعتهم. شلك لك ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك يا مولانا؟ علي اسرع علشان معي قصة أعظم من الأولى. طيب أنت تقول أن آل البيت لا يمكن أن يأكلهم الأسد بعد القصة التي ذكرتها. نعم، الحيوانات لا تضر آل البيت ولا شيعتهم. أنا لدي صديق من آل البيت وأكله أسد. كان جاوع، كان جاوع ولا والله ما يعسه. مين الجاوع، الأسد ولا الرجل؟ الاثنين هم جوع، بس الأسد يتضح أنه جاوع. طيب أكلوا بالأخير؟ أكلوا نعم، لأنه كان جاوع، لأنه لا سلط الله. أنا نسيت ما أقول لك في القصة، لا سلط الله عليك وعلى شيعتك أسدا شابع. في إضافة بس بعد السؤال جاءت الإضافة، قبل السؤال ما كانت الإضافة. لا الروايات إذا أكل شافها لا تعجبني أنك تعرف تتصرف. نعم، لأنه الحيوانات لا يعني إذا فيه كلب أو قط رأيته أكل أو فخض أو شخر أو بخر أو إنسان فاعلم أن هذا الشخص الذي شخر أو بخر فهو ليس من آل البيت. هذا من آل البيت؟ لا، ليس من شيعة آل البيت أقصد. أي شخص تضربه الحيوانات أو تلحقه أو تخيفه فهو ليست من شيعة، فهو ليس من شيعة آل البيت. وهنا قصة السلحفاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي قصة يعني من خلال البرنامج حقك أديها للمشاهدين. تخيل مرة بس اللي هو الدم كان يجري وراء أسد ويشتي في نرس الأسد، بس دم. أيوة، كيف البس من آل البيت؟ أعتقد والله أعلم هو كان صغير. القط صغير جدا، يعني ما يأكلش حتى سندويج. أنا أقول لك الفكرة، هل تعلم أن في كل المخلوقات والأكوان يوجد نبي وأنبياء بين الحيوانات؟ والحيوانات أكيد معهم نبي ومعهم آل البيت. يعني في حيوانات من آل البيت؟ آل البيت حق الحيوانات نفسهم. يمكن أنه من آل البيت حق الحيوانات. لا ما فيش هذا الخبر، أنت مجنون أنت. صحيح، أنا شربت حقوقه إن شاء الله أعلم، رأسي بيوجعني. على العموم هذا القط والله ما راحت له ابن الكلب، يلحق أسد مجنون، هذا أسد الغابة. وهذه كانت قصة اليوم، وهي الأسد الذي جاء إلى الكاظم ومرته معسرة وضربوا لها إبرة حق الطلق وما رضت تولد في الأخير أكلها الأسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفلتوا ولا عاد أنتوا ما قد قفلتوا؟ سأدي لكم قصة السلحفاة. هناك سلحفاة كانت تريد أن ترى أحد الأئمة، ويقال أنه محمد الباقر أو علي الرضا ما أدري، ولأنها تحب أهل البيت قالت ستمشي رجل من أفريقيا وماتت في الطريق هنا من أفريقيا. وهذه كانت القصة المؤثرة، وعندما علم سيدنا محمد الباقر نفخ فيها فإذا بها بالروح تقوم بدعسها فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.